العلم ما يرى حزب الشيطان لا ما يسمعه، ولسنا ممن يقول ولا يفعل. اليوم أخذنا قرية الحضوة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين كما نحرتم نساءنا وأطفالنا في القصير، نحرنا رمزا من رموزكم السيء حسين الذي كان في الحقوة في دار الزور، اليوم نحرنا ونحرنا ولده معه. هذا اليوم، وأما غدا فلنا موعد مع نبل والزهراء الذين أتى حزب الشيطان ونزل بالطائرات عليها، يريد أن ينقذهم، وهيهات الأسود والأبطال يحاصرونهم، وستأتيكم أخبار نبل والزهراء، وفي كل يوم لهم جريح وقتيل. الله أكبر. وكما ذهبت القصير وتحيز المجاهدون فإنهم سيرجعون قريبا. والله ستكون سوريا مقبرة لحزب الشيطان. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا الحزب الذي أرعب إسرائيل وأرعب أمريكا وأرعب الحكام الخونة لن يخافه المجاهدون. وأنا أطالب وأختم، أيها المجاهدون في سوريا، لقد شرفتم رؤوسنا ورفعتموها فوق النجوم، رفعتموها فوق النجوم، فجزاكم الله خيرا. وأطلب منكم طلبا واحدا، طلب واحد، تجهيز غازي يا شيخ. أطلب منكم طلبا واحدا، أنا بخصوص تجهيز الغازي بدأنا الآن نجهز 12,000 مقاتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12,000 من قلة، يغلبون من شيء آخر. الآن بارك الله فيكم، أطلب طلبا واحدا، أريد من المجاهدين في سوريا أن يقبضوا على رجال حزب الشيطان وهم أحياء، ونسمع منهم اعترافاتهم، ونريد أن نتمتع بنحرهم. الله أكبر. وأطلب منكم أن تحجزوا لي 10. الله أكبر. وإذا ذهبت إلى هناك تشرفت بنحرهم. الله أكبر. الله أكبر. والحرب أنتم بدأتموها وأنتم تتحملون آثارها. الله أكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.